مشاكل ولا حاجه. الكابتن جاد جريش راجل حكم دولي كبير ولسه جاي من كاس العالم، وكونه كان بعيد شويه انما كان عشان السفر وعشان مبارياته وبتاع استعداد لكاس العالم ومعسكراته اللي كانت استعداد لكاس العالم. لما الكابتن جهاد جريش حكم كبير ويقدر يدير اي مباراه في مصر. جهاد جريش حكم كبير لا يتاثر بالضغوط ولا ولو بيتاثر ما كانش راح كاس العالم ولا كان لعب المباريات اللي اهلته انه يروح كاس العالم.